كنت انا قلت من شهر تقريبا لو سمحتم الاعلام والاعلان عن اي سكن لابد ان يكون خلصان 30% منه، مش كده يا دكتور؟ صحيح. طب احنا قلنا كده ليه؟ عشان بس ما حدش يتصور ان هو شكل من اشكال الاعاقة. لا، احنا مش بنعمل الاعاقة للناس، احنا عايزين كدولة مسؤولة على ان هي تأمن اموال البشر، مش كده يا دكتور عاصم؟ صحيح. يعني النهاردة انا مواطن بسمع على ان في اعلان في التلفزيون او في الجورنان على ان في واحدة سكنية هقدم لها واخدها، ويكون لسه المطور لسه ما اشتغلش في الارض. فاحنا قلنا لا، عشان نطمن الناس، لان احنا مسؤولين كدولة على ان احنا يعني ان الكلام